السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب وأصدقاء قناة اخترنا لك، وما زلنا لسه مع كده أساطير النساء. قصتنا النهاردة اسمها المرأة العجوز وكعكة الأرز، وهي من التراث الياباني. يعني يا مكان، كان في سالف العصر وقديم الزمان، كان في سيدة عجوز تعيش وحيدة في بيتها الصغير بالقرب من حافة التل. وهذه السيدة كانت لا تملك من حطام الدنيا سوى عدد قليل من الدجاج وخنزير صغير وبعض الأشياء القليلة التي تحتاج إليها. وهذه السيدة كانت لا تتناول إلا وجبة واحدة طوال يومها. وفي ذات مساء كانت العجوز تقوم بصنع طبق صغير لكي تجهز فيه كعكة الأرز لكي تأكلها في العشاء، ولكن هذا الطبق قد تكسر وسالت كعكة الأرز على الأرض. فجأة ظهر للعجوز عدد من الأشباح وبدأوا يطردونها، ولكن هذه السيدة فرت خلفهم وطاردتهم، ولكنها لم تتمكن من اللحاق بهم. وعند عودتها وجدت كعكة الأرز التي سالت على الأرض مثل الكرة، وأخذت تتدحرج على الصخور القريبة أسرع فأسرع، والمرأة خلفها تريد اللحاق بها، ولكن السيدة العجوز لم تستطيع اللحاق بها. وفي شدة تعبها من الجري وراء هذه الكعكة قالت العجوز: علي أن أستريح برهة وبعد ذلك أبحث عن هذه الكعكة اللعينة. وبالفعل جلست العجوز لكي تستريح، وفي هذه اللحظة مدت يديها فوقعت يداها على هذه الكعكة وتمكنت من التقاطها أخيرا، ولكن الكعكة الشقية سقطت مرة ثانية من يد العجوز الضعيفة. ولكن في هذه المرة تدحرجت الكعكة أسرع من السابق على الصخور والمرأة العجوز خلفها، ووقعت هذه الكعكة بين صخرتين. فمدت العجوز يداها لكي تلتقطها، ولكن كانت هناك يد أخرى سبقت يد العجوز. إنها يد شبح لعين يعيش في هذه المنطقة، وظهرها وأخذ الكعكة وفر هاربا من أمام العجوز. فنادت عليه العجوز: سيدي سيدي، هذه كعكتي، أريدها لأنها عشائي، وأنا لم أتناول غيرها طوال النهار. ولكن هذا المخلوق لم يلتفت إلى العجوز، وأخذ الكعكة وذهب إلى كهف كبير يعيش فيه، والعجوز خلفه تنادي عليه: سيدي سيدي، أعطني كعكتي، أعطني عشائي. وعلى باب هذا الكهف وقفت العجوز ونظرت إلى داخل الكهف، فوجبت يا هول ما وجدت. وجدت الكهف مليئا بمخلوقات كثيرة ولكنها صغيرة. هذه المخلوقات لها قرون كبيرة في رؤوسها وأفواهها تفتح من الأذن إلى الأذن، ولهم ثلاث أعين حمراء. أدركت العجوز أنها الآن في عرين الغول وفي عقر داره، وهذا الغول يعيش في هذا المكان تحت الأرض، ويخرج كل عدة أيام للصيد ليلا، والبابليون يطلقون على هذا الغول أوني. وعندما رأت ذلك خافت السيدة العجوز وتصفدت عرقا من شدة الفزع، ولم يكن خوفها سوى على هذه الكعكة. وكانت تقول في نفسها إن هذا الغول وأولاده على درجة كبيرة من الطمع، وأنهم سوف يلتهمون كعكتي ولا يوجد ما أكله على العشاء. وصرخت العجوز قائلة: أنت حرامي ولست الحقير، لقد أكلت كعكتي ولا يوجد سوى ما سوف أكله على العشاء. ونظروا إليها وعينهم مليئة بالطمع وحب الالتهام، فقالت لنفسها: لا شك أنهم بعد ما أكلوا كعكتي سوف يأكلوني. وفجأة قال أحدهم: هل أنت من أعد هذه الكعكة؟ فقالت العجوز: نعم نعم، أنا بنفسي. فقال لها: إذا تعالي معي. وذهب هذا الغول داخل الكهف والعجوز خلفه حتى وصل إلى المكان الذي يضع فيه الغول الخزين. وفي ذي اللحظة قالت السيدة العجوز نفسها: لا شك أن هذا الأمر لم يكن سوى خدعة، وسأكون أنا نفسي عشاء له هؤلاء الغوليان. ولكن الغول فتح قوة كبيرة مليئة بالغذاء وبدقيق الأرز، وأتى لهذه العجوز بسلطانية كبيرة، وأتى لها بتشتم فيه ماء، ثم قال لها: هل تحتاجين شيء آخر؟ فقالت: نعم، أحتاج إلى الفرن الذي أخبز فيه هذه الكعكة. فقال لها: كل شيء موجود. وأخذت العجوز تعجن وتعجن إن أعد كعكة كبيرة تكفي لهذا الغول وأولاده الصغار، ثم أضعتها على النار. عندما نضجت أخرجتها وأكلت هي أولا حتى شبعت، ثم نادت على الغول وقالت: الكعكة جاهزة الآن، وإذا أردت أن أخبز لك أو أولادك مرة أخرى فأنت تعرف مكاني. فقال الغول: لا،
أنت سوف تظلين هنا لكي تطيلنا. ولم يكن هذا الوضع بالوضع المريح بالنسبة للعجوز، ولكن لم يكن لدي خيار آخر، لأن إذا قالت كلمة واحدة سوف تكون في خبر كان. وكل يوم كانت العجوز تقضي يومها في الخبز والهراء، وفي نهاية اليوم تسقط العجوز والأرض فاقدة الوعي من شدة التعب، ولكنها لم تكن ترغب في المكوث هنا على الدوام، لذلك فكرت في كيف تهرب من هنا. فقالت لنفسها: إني أذهب لكي أحمر المياه من العين، وهذه العين قريبة من التل الذي أسكن فيه، لذلك فلا بد أن أهرب من هناك، وعلى بعد ذلك أن أعبر النهر. فردت على نفسها: ومن أين أتى بالقارب الذي أعبر به وهذا الغول؟ وهذا الغول لديه قارب، لذلك فإن هذا الغول لا يستطيع أن يعبر النهر خلفي. هذا الغول مخلوق ليلي، ينام طوال النهار ويستيقظ طوال الليل. فقالت العجوز لنفسها: لابد أن أغتنم فرصة نومه طوال النهار وأقوم بالهرب. وصممت على ذلك. وفي اليوم التالي أخذت العجوز الإناء الذي سوف تحضر فيه الماء من العين، وهذه العين موصولة بمجرى ماء صغير، هذا المجرى يأتي من النهر مباشرة. وأخذت العجوز هذا الإناء وخرجت ووضعت الإناء في هذا المجرى، وكانت على دراية بالسحر وقرأت التعاويذ السحرية، فانقلب الإناء وأصبح قاربا صغير. وفي هذه اللحظة أحدثت العجوز جلبة وذوقا وصوتا جعل صغار الغول تستيقظ، ولما وجدوها تهرب صرخوا بأعلى أصواتهم: أبي أبي. واستيقظ الغول فرأى العجوز على هذا القارب وهي قابضة على مكدفين وتجدف بهم بكل قوة حتى ذهبت العجوز بعيدا، ولكن فجأة وجدت هذا المجرى ينكمش وينكمش، فنظرت العجوز فوجدت هذا الغول يشرب من هذا المجرى حتى ظهرت الصخور والأحجار في قاع هذا المجرى، وظهرت الأسماك بكل أشكالها على الصخور، وبدأ الغول يطارد العجوز ويريد أن يقبض عليها ويجعلها في خدمته وخدمة أولاده مرة ثانية. واقترب الغول منها، اقترب اقترب، وفي هذه اللحظة قبضت العجوز على الأسماك وكانت ترمي الغول هذه الأسماك، لأنه كان لا يشبع كما الغول يفتح فمه. وفي هذه اللحظة كان ماء المجرى الذي شربه يسيل من فمه مرة ثانية، وأصبح القارب الذي صنعته العجوز بسحرها يمكنه التحرك بحرية في هذه المياه. وبدأت العجوز بالتجديف بكل قوة وخرجت من هذا المجرى وأصبحت في أمان بعد وصولها إلى حافة النهر. وعند وصولها إلى حافة النهر جعلت هذا القارب يرسو ونزلت منه وأسرعت الخطى باتجاه منزلها الصغير. وبهذه القوة السحرية لم تصبح العجوز في حالة من العوز والاحتياج ولا الجوع، لأنها أصبحت قادرة على خبز العديد من كعكة الأرز في اليوم الواحد. وكانت العجوز تقوم بتوزيع العديد من هذه الكعكات إلى جيرانها، وإذا سئلت الكعكة على الأرض كانت تتركها. وعاشت العجوز الأيام الباقية لها في الدنيا في سعادة وهناء مع دجاجتها وخنزيرها وتوتة توتة. خلصت الحدوتة. لأن القصة تكون عجبتكم متنسوناش في اللايك والشير، وتدعمونا عن طريق الضغط على القنوات اللي تحت وضغطوا على الإعلانات اللي فيها. كان معكم دائما نبيل، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.